في إطار الاحتفال بمناسبة تخليد ذكرى عيد الاستقلال، اليوم جمعيتين مدينة بنقرير، جمعية سير مركز قرب حي المجد وجمعية حركة الطفولة الشعبية فرع بنقرير القدس، كاين نظموا نشاط تربوي خاص بهذه الذكرى هذه. الهدف منه هو أننا نربيو الأجيال الصاعدة خصوصا فئة الأطفال على حب الوطن، على الانتماء لهذا البلد هذا، والاحتفال كذلك بمجموعة ديال الأعياد الوطنية اللي ممكن أنها تزرع في الأطفال حب البلد وحب المقدسات ديال الوطن. كنبغي نشكر جميع الناس اللي ساهموا في هذا النشاط التربوي، من أطر تربوية، من ناس عاملين بهذا المركز هذا، مركز القرب حي المجد. شكرا كذلك لطاقم جريدة المغربي اليوم على المواكبة ديال هذا الحدث، وكنتمنى أنهم يكونوا أنشطة بنفس الطريقة وبنفس الأهداف في المستقبل. كنشكروا الجريده ديال المغربي اليوم على التغطيه ديالها لهذا النشاط اللي تنظمته اليوم جمعيه سير مركز القرب حي المجد وجمعيه حركه الطفوله الشعبيه فرع بنقرير القدس. هذا النشاط اللي كان بالموازاه مع احتفالات ديال الشعب المغربي وتخليده للذكرى ديال عيد الاستقلال المجيد. النشاط كان عباره عن مجموعه من الورشات اللي اهمات الاطفال ديال المستفيدين تاع هذا المركز من التعليم الاولي، كانت ورشات ديال الرسم والتلوين بالاضافه لمجموعه ديال الانشطه الثقافيه والتربويه اللي استفدوا منها الاطفال. هذا الهدف منه الابرز اللي كان هو الترسيخ واحد الثقافه ديال الاحتفال بالاعياد الوطنيه وترسيخ ثقافه وطنيه في الجيل الصاعد وفي اطفال هذا الحي بدرجه اولى. وبالموازاه مع هذا كنتقدموا بجزيل الشكر لجميع الاطر اللي اشرفوا على هذا النشاط هذا او لهذه الصبيحه، بالاضافه لجميع المستخدمين والناس اللي كانوا متواجدين وساهموا سواء من قريب او من بعيد في انجاح هذه الصبيحه هذه اللي كانت داخل مركز حي المجد فضاء العمل الجمعوي. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.